عشان اكسب وقت وراي ايفنت حطيت الفونديشن واللوز باودر، مو اللوز باودر، كومباكت باودر، وحطيت البلاشر. هذا الفونديشن يعني اخترته فاتح رقم 2 عشان بحط ورديات، عرفتوا، بالسجيات، فلازم يكون تكون البشره فاتحه عشان يصير لوك، يعني لوك بناتي حيل. تمام، وحطيت هذا البلاشر عجيب، يهبل وكبير ويكفي فتره طويله، ينن لونه عجيب عجيب. الحين شنو راح اسوي؟ الحين راح ابلش بميك اب العين. راح استخدم هذا الباليت الوان نار، الالوان تينن، راح استخدمه الحين. اول شيء راح اخذ هذا اللون البني شويه لانه ترى يطلع وايد، اوكي، واحطه عند تبطينه العين، وعيني مفتوحه ما اسكرها كذي. اول شيء من برا لداخل، بس نخفي التبطينة. الحين خذيت فرشة شوية أصغر من اللي توا حطيت فيها البني، راح أخذ فيها اللون الشمر، أوكي، مع أن الشمر حلو أحطه بصبعي، بس لا، لأن أنا أحطه هني. بين البني اللي حطيته والحاجب قبل شيء اخلي مسافه صغيره، واحط بنفسجي، بيلوني بالفرشه الكبيره شوي انظفها وأدمج الأطراف عدل، بس لا تدمجون وايد لأن هذا شمر. الحين راح أخذ اللون هذا، راح أخلطه مع هذا، شو راح اسوي؟ راح اسوي حركة، راح اخذ كحل اسود، زين، ما راح اخليه كذي، راح ادمجه، راح ادمج الكحل، بس بسرعه ادمجوه لانه اخاف ينشف ما يندمج. بس ليش؟ لانه صار كله شمر، فنبي رسمه عين، عرفتوا؟ فعشان شي حطيت الكحل الاسود ومواته. الحين راح اخذ اي لاينر، جل لاينر من كليرنس، واحط فيه بس عند منبت الرموش، لان بركب رموش بس ابي عند المنبت، بس حلو لونه ترى هذا الجل لاينر، وايد حلو وثابت ترى، بس كذي. تقدرون اذا تبون تغمجون بعد على هذا شوية كذي، بس تمام. الحين ركب الرموش، هذه الرموش اللي راح استخدمها، رموشي اللي دد
شوفوا القصة ايش حالاتها. هذه قصتهم تينان. يلا ركبون. تمام اثبت كذي اثبت اضغط عليهم على الرموش الطبيعيه واللي انا مركبتهم كذي وهني من الطرف ارفع عشان العين تصير مسحوبه خلاص الحين بالكحل كذي مو عند منبت الرموش شوية تحت بس الحين أموه بعدين أخذ اللون وينه شمر بنفسجي هذا وارجع اموه فيه شنو البنفسجي اللي بالباليت ين بعد انا لان اضاءه مو مضبوطه الاضاءه مو مبينين الالوان صح بس بالصدق نار نار الالوان نار الوان خيال ارجع احدد الاطراف عشان تصير في رسمة عين و بالكحل هني عند زاوية العين مدمع العين ما اسوي بوز بس انه احط كحل بس جري الحين عاد شنو اترسم مسكرة تحت هذه المسكرة موجودة عندي في البوتيك وايد حلوة حق رموش تحت العين الرموش السفلية وايد ضعيفة وشوفوا مايلة يعني كذي وايد حلوة حق الرموش اللي تحت تخليهم شي مرتبين ايش حالاتهم الرموش يفوزون والوان الباليت واو الرموشين الوان عجيبين زين الحين عند مدمع العين خذت هذا اللون هذا خففته بس احط شذي زياده طلع وايد احلى هني بعد كذي تكبر العين تخلي الميك اب ينن هذه الاضاءة اللي هني هي اللي تغير المكياج كله خلاص الحين شوية أزيد البلاشر البرونز تمام الحين حمرة راح استخدم من The Pal ست الحمر اكيد يعني لانها شيء عجيب راح استخدم اللون اللي شوي صاير على وردي شوي على وردي
احدد اول. شوفوا مع ان اللون حلو بس مو لايق مع الميك اب. امسحها. شوف الحمره ما على طول تثبت، يعني حطيتوها الصبح لين بالليل. راح اختار اللي افتح شوي هذا اللون. صاير لحمي على نود. خلصت. الحين راح استخدم هذا الباليت في 3 ألوان من الإضاءات، وايد يوفر وايد حلو الإضاءة نار. الحين تشوفون راح استخدم هذي وهذي مع بعض. حلوة ها؟ ينن. انا احب اكثر هني اضاءة، خلي الوي حلو. هذي وايد حلوة، فيها 3 ألوان اضاءات. اذا حطيت فونديشن فاتح تقدرين تحطين هاللون، اذا حطيتي برونز تقدرين تحطين هاللون، اذا حطيت يعني تقدرين تخلطينهم ثلاثتهم، تقدرين تستخدمينهم وكذي الميك اب اكتمل. وش حالات وينن ونظيف ومرتب والالوان نار. يلا المسك الازرق.